هؤلاء شباب من مدينة تريم بحضرموت، جمعتهم الهواية وروح المغامرة في هذه الرياضة التي تعرف بالباركور، حيث يقضون فيها أوقات فراغهم بالاعتماد على مهاراتهم الفائقة في السرعة ومقاومة قانون الجاذبية واللعب مع الهواء. نحن والشباب بدأنا لنا 3 سنوات كذا، حدود 3 سنوات، ومعنا فريق متكامل يتميز بلعبة التايكوندو، لعبة الكاراتيه، لعبة الجمباز، لعبة الباركور، وإضافة لبريك دانس. ساعات يومية هي مدة يقضونها في ممارسة رياضتهم المفضلة، والتي تعني مجموعة حركات يكون الغرض منها الانتقال من نقطة إلى أخرى بأكبر قدر ممكن من السرعة والسلاسة، وذلك باستخدام القدرات البدنية. حسب خبراء اللعبة، وجدت الباركور أساساً كطريقة جديدة ومختلفة لتخطي العقبات والحواجز وكل ما يحيط بك من فروع أشيار أو قضبان حديدية أو حتى الجدران. فالفريق يستغل هذه المباني القديمة والمتهالكة والشوارع العامة في ممارسة التمارين، فكل شيء أمامهم يستطيعون تحويله إلى جزء من حالتهم وأن ينفذوا عليه حركات الباركور حتى هذا. أنصح من يريد تعلم رياضة الباركور أن يكون يعني يتمرن كثيرا ويكون معه مساعد طبعا، لأنه بدون مساعد يمكن إصابات تصير فيها، وضروري يعني يكون مدرب. بإصرار يواصلون ممارسة اللعبة على الرغم من قلة الاهتمام الرسمي برياضة حديثة العهد والنشأة، حيث ينتظرون من مكتب الشباب والرياضة بوادي حضرموت المساهمة في تطوير اللعبة وتحقيق أهدافهم ونشرها على نطاق واسع في البلاد. يواصل إسماعيل ورفاقه التمارين المكثفة على رياضة الباركور التي لا يستطيع أي شخص إتقانها ما لم يتمتعوا بلياقة بدنية عالية. حداد مساعد، قناة بلقيس، من مدينة تريم حضرموت.